مشاهدينا نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الحصاد الإخباري الأسبوعي، والذي سنتوقف من خلاله أمام أهم الأخبار العربية والدولية والتي ألقت بضوئها على مجريات الأحداث طيلة أسبوع كامل، بالإضافة إلى أهم الأخبار الخاصة بالشأن المسيحي في الشرق الأوسط والعالم، لنستعرضها لكم من حيث النقد والوصف والتحليل. إذا كونوا معنا بعد العناوين. الاعتداء على القسي ونثان يعقوب كاهن كنيسة الأنبا والنس على يد بلطجي الإسكندرية. الأزهر يلغي فصول تدعو لأكل لحم الأسير من المناهج الفقهية. جدل في التواصل الاجتماعي حول ختان الإناث بعد وفاة طفلة مصرية. ليلة دامية يعيشها العراقيون ومظاهرات رافضة لتعيين علاوي رئيسا للوزراء. خطف والدي كاهن كلداني عراقي في تركيا. ومتطرفون إسلاميون يمزقون أجساد 36 مدنيا بينهم خصب المناجل في الكونغو. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من الشأن المسيحي، حيث أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحلقة الأحدث من حملة سؤال البابا، وجاءت الحلقة الأحدث عن المساعدات التي تقدمها الكنيسة المصرية للمحتاجين، وذلك تحت سؤال: هل لدى الكنيسة أرقام محددة تكشف حجم المساعدات التي تقدمها؟ وأشار قداسة البابا توادروس باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في إجابته عن السؤال إلى أن الكنيسة أسهمت في زواج العديد من الفتيات بالقاهرة فقط، حيث وصلت المساهمات إلى 11 مليون جنيه خلال 10 أشهر، أي بمعدل 1 مليون جنيه في الشهر، بالإضافة إلى المساهمة في العلاج والتي بلغت مقدار مساعدته 12 مليون جنيه تقريبا. وفي الاتجاه ذاته، كشف يوهنس لحظي جيد السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن بابا فرانسيس تبرع بقيمة جائزة وثيقة الأخوة الإنسانية لصالح مسلمي الروهينجا. وقال السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس خلال كلمته في الاحتفاء بالذكرى الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية المنعقد بأبوظبي، أن الوثيقة هي نتاج تعاون مشترك تم على مدى عدة لقاءات، وجمعت بين شخصيتين تنتميان لدينين مختلفين ووجدا في اختلافهما محفزا للعمل، فقررا معا كتابة هذا الإعلان المشترك ليؤكدا أن التنوع طبيعة بشرية ولإعادة اكتشاف قيم السلام والعدل، وتعتبر طوق نجاة للجميع، وأن ما يوحد المؤمنين هو أكثر بكثير مما يفصلهم. مشاهدينا تعالوا معي لنتابع هذا الشريط. الحقيقة العمل لسه في أول سنة له، بس العمل ناجح وماشي منظم جدا. هدي حضرتك بعض أمثلة على نطاق القاهرة فقط. ساهمنا في زواج البنات بما يقرب من 11 مليون وكسر. 11 مليون لو في 10 شهور، يعني معناها إن الشهر فيه أكثر من مليون. لو قسمت المليون ده هو على الأسابيع هيطلع ان تقريبا ربع مليون كل اسبوع، وده ارقام كبيره جدا. يعني يتوازن معاها حالات العلاج. حالات العلاج غير موضوع زرع الكلى، زرع فصل الكبد، بعض الاورام، زرع قوقعه الاذن، غير الحاجات دي، غير الحاجات الكبيره دي، وصل تقريبا 12 مليون. طبعا الارقام ما هيش يعني بنقول عليها، لكن بنديها كمجرد دليل. وإلى عودة مسلسل الاعتداءات الطائفية إلى مصر من جديد، وفي هذا الأسبوع حيث تعرض كاهن كنيسة الأنبا والنس بمنطقة عبد القادر بالعامرية في الإسكندرية لاعتداء طائفي من قبل مسجل خطر المتشدد الإسلامي كمال السيد كمال. وأشارت مصادر كنسية أن كاهن المنطقة القسي ونثان يعقوب وأثناء ذهابه لكنيسة الأنبا والنس اعترضه البلطجي كمال السيد قاطعا عليه الطريق الرئيس والوحيد المؤدي للكنيسة، حيث قام برميه بالحجارة محدثا
حديثا تلفيات في سيارة القس حتى تمكن من الاعتداء عليه محاولا قتله لولا تدخل الأهل ومنعه وإحباط الاعتداء. وأشارت تقارير كنسية وأمنية أن الاعتداء على القس يوناثان لم يكن الاعتداء الأول من المذكور على أقباط المنطقة بقصد القتل، فسبق وأن تم حبسه إثر اعتدائه على مسيحي آخر بمحله وأحدث جروحا بليغة في ذراعه، كما وكان البلطجي دائم الاعتداء والتحرش بالقبطيات دون رادع أو منع. وحادثة اليوم كانت بغرض منع كهن الكنيسة من الصلاة، وكم يمنع المسيحيين ويعتدي عليهم كل يوم. وطالبت الكنيسة بالقصاص من هذا الإرهابي المسجل وتمكين الأقباط من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة. وقد تم تحرير المحضر اللازم، وقررت نيابة العامرية بمحافظة الإسكندرية حبس البلطجي كمال السيد المتهم بالاعتداء على كاهن كنيسة الأنبا والنس بالعامرية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إهانة رجل دين وإثارة الفتنة والاعتداء على الكنيسة. كشفت السيدة القبطية كاترينا رمزي ضحية محاولة الذبح بالوراق تفاصيل الاعتداء عليها من قبل أحد المسلمين المتشددين، حيث قالت إنها أثناء ذهابها لشراء بعض الأدوية وطلبات للمنزل تفاجأت بشخص خلفها يرتدي جلباب أبيض أمسك برقبتها وحاول ذبحه بآلة حادة، واستنجدت بالمواطنين المتواجدين على أحد المقاهي ضبطه، مما جعله يدفع على الأرض قائلا: فعلت ذلك لكي لا تجعل شعرك مكشوفا أمام الملأ. وأوضحت الفتاة القبطية خلال حوار تلفزيوني أن المواطنين أمسكوا به وطلبت منهم أن لا يتركوه، فاصطحبها المواطنون الذين تواجدوا في محل الحادث لإسعافها داخل المستشفى. وتابعت ضحية محاولة الذبح أنها أخذت في الجرح 65 طعنة، موضحة أن هذه المحاولة تكررت مرة أخرى مع سيدة أخرى وسبق حبسه من قبل معقبة. هذا إرهابي وعلى علم بما يقوم به، مشيرة إلى أن الفعل الإجرامي الذي قام به هذا المتشدد هو نفس الأفعال التي تقوم بها عناصر داعش من ذبح وقتل وإرهاب. مشاهدينا تعالوا معي لنتابع هذا التقرير. كنت نازلة من البيت أجيب علاج وأجيب طلبات للبيت، فنازلة عشان مش لاقية فبدور في الصيدليات يعني، وجبت طلبات البيت ورجع. بس إذا أنا ماشية واحد جه من ورايا ونوبة واحدة راح مغمي عينيا وبموس او قطر حاجه حاميه وراح ذبح، مايل رقبت لورا كده وراح ذبح. انا كنت حاطه شال اسود، مسكت كتمت الدم وانا داخله على قهوه يعني قدام القهوه، قلت لهم الحقوني امسكوه، هم الناس مش شايفين الدم عشان انا لابسه اسود، هو كان لابس جلابيه بيضه وطاقيه. راح دفعني بعد ما ذبح راح زقني لقدام وراح قال لي عشان تبقى شعرك تبقى تمشي بشعرك باين، فانتي كاتمه الدم كده. قلت لهم الحقوه ما تسيبوهوش، ولفيت عشان اشوفه، بقى بيهددني بالذبح تاني 3 مرات بايدي. الناس مسكوه قالوا لي هو عمل لك ايه، هما مش شايفين هو عمل لي ايه، هو جلابيه بيضه جلابيته هو غرقانه دم. الناس ابتدت تمسكه قالوا لي في ايه، ابتديت ان انا ايه اشيل الشال فشافوا الدم نزلوا فيه ايه مسكوه، قلت لهم ما تسيبوهوش اللي جاي على ما. مشاهدينا ونبقى في مصر، حيث تداول نشطاء على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ما اسموه بالباب الخلفي للطائفية والعنصرية في مصر وسخريتهم من وضعي المناهج الدراسية في الأزهر، وذلك بعد قيام الأزهر مؤخرا بحذف فصول دراسية تدعو إلى أكل لحم الأسير والغنائم، وهي فصول كانت موجودة في المناهج الفقهية لكنها لا تدرس للطلبة. وقد وجه أحد المعلقين على الخبر بسؤال لمشيخة الأزهر قائلا: هل الأزهر كان يدرس فصول أكل لحم الأسير؟ بمعنى أن داعش أكثر وسطية ورحمة منكم باعتبار أنه حرقت الأسير الأردني ولم تأكل لحمه، فقد طبقت روح النصر أو النص لا حرفيته. أما السؤال الآخر كان: أوليس هذا الجزء الملغي جزء من التراث الإسلامي وفضيلتك ألغيته؟ أي أن التراث ليس صالحا للتدريس كله وليس مقدسا، وفضيلتك ألغيت ما تخجل من وجوده؟ وأخيرا، هل فضيلتك تعتبر التجديد هو حذف فتاوى أكل لحم الأسير؟
التعليقات جاءت بعد انطلاق خطة الأزهر لتطوير مناهجه بما يناسب العصر، حيث أكد الدكتور عباس شومان وكيل أن الكمية لم تتغير بما كان يدرسه للطلاب، لكنه تم تطوير الأسلوب وكيفية العرض، ويشار إلى أن عملية التغيير ستكون في طريق العرض دون المساس بالجوهر. وقال وكيل الأزهر في تصريح إعلامي لوسائل محلية مصرية أنه ليس من التطوير اللعب في أساس الدين وثوابته، وأضاف أنه سيتم تحويل بعض الأبواب من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، حيث تكون عقلية الطالب عادة في هذه المرحلة أكثر فهما واستيعابا للأشياء. وقال وكيل الأزهر إن الغنائم في الغزوات والحروب لدى العرب عبارة عن أغنام وفرس وأسلحة كالسيوف وغيرها، أما الآن فالغنائم تكون دبابات وأسلحة ثقيلة، فليس من المعقول أن توزع الغنائم الآن دبابات وقذائف ثقيلة، فالآن توجد جيوش والغنائم تعود للدولة، مشيرا لأنه تم حذف مثل تلك الأبواب تخفيفا على الطالب وكذلك لأنها لا تناسب العصر. تعالوا معي لنتابع هذا الشريط. الله يا سيدي، الحويني ما جاب حاجة من عنده، يعني هذا الكلام بيتدرس للعيال اللي في الأزهر، بس اللي بيدرسوه للعيال دلوقتي الاسلام، ما هو لما ماشي لما النهارده لما بيدرسوه لهم الكلام ده دماغهم ما بتستحملش الحضاره، فبيقعدوا يتكلموا معانا بحكم الاموات بتوع زمان اللي من سنه 1000 من 1000 سنه فاتت، ويقهرونا، والا ما نبقاش مسلمين، زي ما قال لي دلوقتي طالما انا مش سني ابقى كافر، مع ان انا لا سني ولا شيء ولا اي حاجه، وانا قلت له ليه انا مش سني ولا شيء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انه ربنا لا يأمرنا بانه الا ان احنا نكون ربانيين نعبد الله طيب. واحد بس. في شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال بيقول وحيث جوزنا اكل ميتة الادمي، يعني ممكن ياكل ادمي بس في حالة الاضطرار، لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هك حرمة، قال بعد ما هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه، ويتخرف في ذلك بان اكله نيئا وغيره، وله قتل مرتد، خلي بالك، وله قتل مرتد واكله وقتل إيه تارك، ايوه يعني يقتل بني ادم وياكله عشان جعان. لا 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 مش كده وبس، ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا سيدي، الازهر الشريف قطاع المعاهد الازهريه، الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه، الاقناع في حل الفصل بشجاع للصف الثالث الثانوي، والكلام ده صفحه 256 السنه دي. يا شيخ الازهر السنه دي، يا مفتي الجمهوريه، يا وزير الاوقاف صح النوم، الكتاب اللي بيدرس لطلبه ثانويه عامه فيه كلام انه تارك الصلاه يتم شيء واكله، ايوه قتله ثم شيء ثم اكله دون الرجوع للحاكم، دون الرجوع للحاكم، يعني ده أشعلت عملية ختان في محافظة أسيوط بمصر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب وفاة طفلة تدعى ندى حسن ذات 12 سنة بعد خضوعها لهذا الإجراء. قام النائب العام المصري المستشار حماد الصاوي بحبس والدي الطفلة والطبيب الذي أجرى العملية، والأمم المتحدة في مصر أدانت سبب الوفاة المأساوي للفتاة أثناء خضوعها لعملية الختان. ويؤثر الختان على 92% من النساء والفتيات في مصر، كذلك تتعرض كثير من الفتيات لممارسات ضارة أخرى مثل زواج الأطفال أو الزواج القسري. إيمان إحدى الفتيات المصريات التي التقت بها الأمم المتحدة واستمعت لرأيها عن الختان، قالت إنه بفضل المحاضرات التي حضرتها أمها أدركت أنه لا يوجد أي أساس في التقاليد لختان الفتيات، وأن الختان يضر بصحتهن. من جانبه قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء التوليد والعقم بقصر العيني إنه يوم 6 فبراير هو اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، وطبقا للمسح السكاني الأخير لمصر عام 2014 فإن 82% من حالات الختان تحدث عن طريق عيادات خاصة، مضيفا أن ختان الإناث في مصر حرب تحتاج إلى زيادة وعي المواطنين لتغيير المفاهيم المختلفة. وكان دار الإفتاء المصرية قد غرد عبر تويتر بشأن الختان قائلا: ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة والسلب حقوقها الشرعية والإنسانية. مشاهدينا تعالوا معي لنتابع هذا التقرير. كلنا بنصورنا الأسبوع اللي فات لمقتل بنوته مصرية اسمها ندى بحبيبة أملاء ختان في عيادة خاصة لأحد أطباء النساء والتوليد. نقول ان احنا عندنا في مصر شهداء صنعوا الطبيعه. في 2007 في بنوته مصريه اسمها بدور ماتت وهي بيتعمل لها ختان، وبسبب بدور ظهر القانون وكان جنحه،
وان ازهر والاوقاف قالوا كلمتهم ان الختان ملوش علاقه بالدين الاسلامي، ووزاره الصحه ونقابه الاطباء قالوا ان الختان ملوش علاقه بالطب. مرت السنين، في 2016 بنوته مصريه تانية اسمها ميار ماتت في السويس وهي بتعمل لها ختان على ايدين دكتوره، وتحولت العقوبه من جنح الى جنايه. وفات 2017 و18 و19 وما سمعناش عن الختان حاجه خالص، لغايه ما جت 2020 وبنوته مصريه ثانيه ماتت. بيقول ان الختان جريمه، بس عندنا في مصر جريمه اكبر، هي جريمه اسمها تطبيب ختان الاناث. يعني ايه تطبيب ختان الاناث؟ يعني اللي بيعمل ختان الاناث هنا في مصر الفريق الطبي. سواء مشاهدينا، وفي التطورات بقضية مقتل طفلة على يد جدتها بمحافظة الدقهلية، حيث قضت محكمة جناية المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على الجدة صفاء عبد اللطيف المدانة بقتل حفيدتها جنة بعد التعذيب. وفي تفاصيل القضية، تلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة جنة 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وعلى جسدها آثار حروق من منطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية وتورم بالطرف السفلي اليسرى، حيث جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي. ووجهت لجدة الطفلة لوالدتها وهي ربة منزل ومقيمة بذات القرية تهم بالتعدي على حفيدتها بالضرب وتسخين آلة حادة وكي الطفلة في مناطق حساسة من جسمها، وألقت الشرطة القبض على المتهمة. وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها وأمرت النيابة العامة لمنطقة شمال الدقهلية بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث أكد تقرير الطب الشرعي حادث التعذيب وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث طالب رواد الإنترنت بإيقاع أقصى العقوبات بالجدة المجرمة، بل أكد البعض على ضرورة إعدام جدة وخال الطفلة الذي وجهت لهم تهم باغتصاب جنة. المزيد في هذا التقرير. بقول بسم الله الحق العدل، بسم الله القهار، بسم الله الرحمن الرحيم الذي كلمه موسى. صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف محمد، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية وحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. مشاهدينا، وبعيدا عن مصر وفي المستجدات بقضية صفقة القرن، حيث أكد مجلس الجامعة العربية رفض الخطط الأمريكية للسلام المعروفة بصفقة القرن لمخالفتها مرجعيتها علمية السلام وعملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجدد المجلس خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد السبت بمقر الجامعة العربية التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كامل أرضها المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار. وفي ختام جلسته، خرج مجلس الدولة العربية بقرارات من بينها التأكيد على رفضهم صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبارها أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعوة الإدارة الأمريكية إلى التزام بالمرجعات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل، والتحذير من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي للتصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع. نتابع هذا التقرير. رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، أمريكية إسرائيلية وليست أمريكية فقط وإنما إسرائيلية. وأنتم استمعتم إلى مداخلة السيد الرئيس عندما أشار إلى التدخل الإسرائيلي الذي صاغ هذه الصفقة بشكل كامل باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف. مشاهدينا، وننتقل إلى العراق، فقد شهدت مدن جنوب العراق منذ يوم الأحد 2 فبراير الجاري ليالي دامية إثر احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة رفضا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة العراقية. وعقب إعلان السلطات العراقية السبت تعيين محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء، شهدت مدن جنوب العراق بداية هذا الأسبوع احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة رفضا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق الذي يؤكد أنه مستقل تشكيل الحكومة العراقية. وأعلن علاوي توليه منصب رئيس
الوزراء بعد مرور 4 أشهر على اندلاع احتجاجات المناهضة للنظام وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع. وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي. ففي المشهد الأمني أيضا اقتحم أتباع التيار الصدري ساحة الاعتصام التربية في كربلاء، وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 متظاهرين. وقالت مصادر صحفية أن أتباع التيار الصدري استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة التربية وسط كربلاء. وجاء هجوم أتباع التيار الصدري بعد يوم من هجوم الدامع على المحتجين في النجف، والذي أودى بحياة 8 أشخاص. وفي الشان المسيحي العراقي، حيث أشارت مصادر كنسية عراقية أن والدي الأب رمزي ديريل القس الكاثوليكي الكلداني في جنوب شرق تركيا تم اختطافهما على أيدي مجهولين في منزلهم في قرية مير في مقاطعة شيرناك التركية. وكثفت قوات الأمن السبت عملية البحث عن الزوجين في مقاطعة شرناك بجنوب شرق تركيا، حيث لم يتم اكتشاف أي أثر للزوجين هيرمز وشموني ديريل اللذين يعيشان في قرية كوفانكايا النائية بالقرب من بلدة بيتوشياباب منذ 11 من كانون الثاني يناير الماضي. وقال بيان صادر عن مكتب الحاكم في سيرناك في 16 من كانون الثاني يناير الماضي إن جهود البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين لا تزال مستمرة بعزم رغم الظروف الجوية السيئة. هذا ووصل الأب رمزي ديريل ابن الزوجين وكاهن في الكنيسة الكلدانية في اسطنبول إلى شرناك للمساعدة في هذه الجهود. المزيد في التقرير الآتي. في 11 من كانون الثاني يناير الماضي وهو يوم سبت، أفيد عن اختفاء الزوجين هرمز وسيميوني ديريل في تركيا. الزوجان هما والدا الكاهن الكلداني رمزي ديريل الذي يخدم بين اللاجئين. جوليانا تيمورازي مؤسسة مجلس الإغاثة المسيحي العراقي هي معنا لتخبرنا عن الزوجين وما حصل معهما. الزوجان ديريل هما مسيحيان أشوريان ولدا وعاشا في تركيا طوال حياتهما. ما حصل خلال السنوات 30 الماضية هو أن الصراع بين حزب العمال الكردستاني وتركيا أدى إلى دفع الكثير من الأشوريين إلى مغادرة أرضهم الأصلية، ومن بينهم عائلتا الزوجين ديريل. قبل حوالي 11 عاما قرر الزوجان العودة إلى قريتهما لإعادة بنائها. مشاهدينا الكرام، حصادنا الإخباري الأسبوعي متواصل على حضراتكم وتتابعون فيه بعد القليل. التصعيد الأخير في إدلب السورية يتسبب في مقتل 300 مدني، قتيل وعشرات الجرحى في تحطم طائرة تركية باسطنبول، مقتل 20 مسيحيا على الأقل إثر حادثة تدافع بكنيسة في تنزانيا، والدستورية العليا الأمريكية تصدر قرارا جديدا يستهدف الراغبين في الإقامة الدائمة. أهلا بكم من جديد إلى سوريا، حيث شهدت محافظة إدلب السورية تبادلا لإطلاق النار بين القوات السورية والتركية في تصعيد خطير أوقع قتلى من الطرفين، في وقت تواصل دمشق بدعم روسي انتزاع مناطق خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في شمال غرب سوريا. وقد تسبب التصعيد الأخير في محافظة إدلب منذ مطلع كانون الأول ديسمبر بمقتل نحو 300 مدني، فيما أغلق 53 مرفقا طبيا على الأقل أبوابه الشهر الماضي وفق منظمة الصحة العالمية. ورغم أن موسكو وأنقرة تدعمان طرفين متحاربين في سوريا، إلا أنهما عززتا تعاونهما حول الملف السوري منذ عام 2016. وتعارض أنقرة عملية واسعة النطاق للنظام السوري في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. ويحصد التصعيد المستمر لقوات النظام السوري في محافظة إدلب المزيد من الضحايا، إذا وقعت غارة جوية الاثنين 9 قتلى مدنيين أثناء نزوحهم وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت أنقرة الاثنين مقتل 4 من جنودها وإصابة 9 آخرين بجروح في قصف مدفعي شنته قوات النظام ضد قوات المتمركزة في محافظة إدلب، مما دفعها سريعا إلى الرد عبر استهداف مواقع الجيش السوري ودعوتها موسكو الدائمة لدمشق إلى عدم عرقلة ردها. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتحطم طائرة في مطار صبيحة غوكشن في اسطنبول، حيث خرجت عن مسارها عقب هبوطها، حيث انشطرت إلى نصفين فيما نجا جميع ركابها. وذكرت قناة تي التركية أن الطائرة التابعة لشركة طيران بيجاسوس التركية خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأفادت وسائل إعلام في أنقرة بأن سيارة الإسعاف هرعت إلى المطار بعد اندلاع حريق في الطائرة التي حطت من مدينة إزمير. وقال وزير الصحة التركي أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 157 آخرين. وكان وزير النقل التركي جاهد توران قال في تصريحات أولية بعيد الحادث أنه لم يسجل وقوع قتلى أو إصابات بين الركاب. وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى 6 هم أفراد الطاقم. وكانت الطائرة آتية من أزمير في غرب تركيا، ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول. دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة اطلعت عليها رويترز الأحد إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد. ومسودة البيان الوزاري الذي وافقت عليه لجنة وزارية السبت لا تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى الاثنين لإجراء القراءة النهائية. وقالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت في 21 من يناير بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر في مسودة البيان إن خطط الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل. وجاء في البيان لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع، وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين. ويواجه لبنان نقصا حادا في الدولار ولديه أعلى مستويات الدين العام في العالم، ويجب أن يقرر بشأن كيفية التعامل مع سندات يوروبوندز بقيمة مليار ومئتين مليون دولار تستحق في مارس. وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة والداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويل الخزينة، ولم يحدد مشروع البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب. أعلن مجلس كنائس نيجيريا الصوم والصلاة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين الماضي وحتى الأربعاء، وذلك من أجل وقف قتل المسيحيين هناك في ظل استمرار المجازر ضدهم من قبل الجماعات الإسلامية ومنها جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفي ظل صمت العالم إزاء ما يتعرض له المسيحيون من استهداف، ويواجههم في نيجيريا عمليات قتل وهدم الكنائس من قبل تنظيم بوكو حرام دون أي موقف دولي. وذكرت منظمة دولية أن أكثر من 5000 مسيحي بنيجيريا قتلوا خلال عمليات متفرقة منذ ظهور تنظيم بوكو حرام. يقول المسيحيون إنه ليس أمامهم سوى التضرع إلى الله بعد عجز الحكومة الفيدرالية عن وقف المذابح ضد المسيحيين هناك. تقارير إخبارية وحقوقية أكدت أنه تم قتل أكثر من 6000 مسيحي على يد جماعة إسلامية في الولايات الشمالية التي تطبق الشريعة الإسلامية. الجدير بالذكر أن جماعات إسلامية إرهابية من بينها جماعة بوكو حرام تعيث إرهابا في بعض ولايات الشمال ذات الأغلبية المسلمة في نيجيريا. ورفع جميع المصلين دعواهم إلى الله الذي يرى ويسمع ويعمل ويسجل ويستجيب ليتحنن عليهم ويوقف نزيف الدم، فالصلاة تصنع المعجزات. وننتقل أيضا إلى عمليات استهداف المسيحيين في العالم، وهذه المرة في الكونغو الديمقراطية، حيث اخترقت مناجل متشددين إسلاميين مشتبه بهم أجساد أكثر من 30 شخصا من بينهم قس إنجليكني في هجمات الثلاثاء الماضي على قرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت مصادر أمنية وصحفية أن قوات الحلف أو الحلفاء الديمقراطية وجماعة إسلامية دهمت 4 قرى في غرب إقليم بني حسب ما ذكرت رويترز، وترجع أصول المجموعة المتمردة إلى أوغندا، لكن مقرها الحالي يوجد في منطقة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب الصحافة فقد قال حاكم بني دونات كيبوانا لوكالة فرانس بريس أن أعضاء المجموعة الإرهابية مزقوا أجساد جميع الضحايا حتى الموت باستخدام المناجل. في المجموع قتل 36 فردا من بينهم قس إنجليكاني. ووقع الهجوم الرئيسي في مانزيجي وهي قرية تقع شمال غرب أوتشا، بينما قتل القس في قرية إنجيتي. وتم إطلاق قوات الدفاع الأوغندية في منتصف التسعينات على أيدي المتمردين المسلمين الأوغنديين الذين أجبروا على الخروج من أوغندا. وأصبحت قوات الدفاع الأوغندية أكثر الجماعات المتمردة نشاطا وأشدها عنفا في جمهورية الكونغو خلال العامين الماضيين. وتشتهر المجموعة بقيادة موسى بالكوب بارتكاب جرائم مثل القتل واغتصاب واختطاف النساء والأطفال، وكذلك العبودية والتلقين العقائدي.
وقد شهدت منطقة بني تصاعدا في العنف منذ 30 من أكتوبر عندما شنت القوات المغولية هجوما على المتمردين. إجمالا قتل 265 شخصا على يد قوات الدفاع منذ نوفمبر. ووفقا لمبادرة كيف الأمنية وهي مبادرة بحثية ترسم خريطة الاضطرابات في شرق الكونغو. من جانبه حث القس جيلبرت كامبالي رئيس منظمة المجتمع المدني لمدينة بني المجتمع الدولي على الدعاء إلى الله من أجل إنقاذ بني وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ذكرت صحيفة سويسرية أن إحالة الداعية الليبي صالح رمضان الفيتوري إلى المحاكمة في سويسرا على خلفية ما قاله من تحريض وكلام مسيء في خطبة الجمعة بمسجد الرحمن في مدينة بيلا. وبحسب ما نقلت مصادر إخبارية وكنسية فقد قام الداعية المذكور بالدعاء على اليهود والنصارى بالتدمير ووصفهم بأنهم موتى، كما اعتبر أن رجم الزنات عقوبة مناسبة. وقال أيضا: اللهم أرجوك إبادة أعداء ديننا اليهود والمسيحيين والهندوس والروس في المجوس والشيعة. أثارت خطبته جدلا واسعا في البلاد مما دفع ناشطين سويسريين ومنظمات محلية إلى إقامة دعوة ضده والتي لا تزال منظورة أمام القضاء، كما يواجه تهمة النصب والاحتيال في حصوله على مساعدات اجتماعية. بالإضافة إلى هذا يواجه الداعية الليبي تهمة الاحتيال للحصول على مساعدات، وكانت أيضا الحكومة السويسرية هي من رفعت الدعوة ضده. وتتهم وسائل الإعلام السويسرية الفيتوري بالتحريض على الكراهية في خطبة بينها أو بين ما يحصل على مزايا اجتماعية من سويسرا بالآلاف من الدولارات، فيما قال الفيتوري إنه لم يكن يعرف عدم السماح له كلاجئ بالسفر إلى بلده، وإنه كان يريد زيارة أمه البالغة من العمر 93 عام، كما نفى الاتهامات المتعلقة بخطاب الكراهية. مشاهدينا، ونبقى مع استهداف المسيحيين، حيث أدت حادثة تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسيم في باحة ببلدة موشي شمال تنزانيا لمقتل ما لا يقل عن 20 مسيحيين وإصابة أكثر من 16 آخرين. ووقع الحادث عندما قام الواعظ الشهير بونيفاس مومبازا الذي يصف نفسه بالرسول بسبب ما قال إنه زيت مقدس على الأرض، فتدفع الحاضرون للمسه أملا بالشفاء من الأمراض، وفر الواعظ بعد الحادث. وذكرت مصادر أمنية أن 20 قتيلا على الأقل سقطوا في حادث التدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسيم في باحة بشمال تنزانيا وفق ما أعلن مسؤولون الأحد. وأعرب مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقع شمال كيبي وأريبويا عن قلقه من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء الحادثة التي وقعت بعد ظهر السبت. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: حتى الآن قضى 20 شخصا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى. وأفاد أن 16 جرح شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في التدافع. وقالت إحدى الشهود وتدعى جينيفر تيمو لوكالة الأنباء الفرنسية أن الرسول يونيفاس أو بونيفاس صب الزيت المقدس على الأرض، وأضافت: سقط العشرات فورا أرضا، تم دفعهم والدوس عليهم وتوفي البعض، أحصينا 20 قتيلا لكن هناك أيضا جرحى. وقال شاهد آخر: كان الأمر فظيعا، ثم ركل الناس دون رحمة ودفعوا بعضهم البعض. ودعا قائد شرطة تنزانيا سايمون الذي أكد حصيلة القتلى على التلفزيون الوطني صباح الأحد الواعظ لتسليم نفسه إلى الشرطة ليتم التحقيق معه. وقال السيرو على قناة تي بي سي الرسمية إن الشرطة ستنظر في كيفية تعاطي الهيئات الكنسية عموما مع هذه المناسبات التي تشهد تجمعات كبيرة. مشاهدينا، وننتقل إلى المستجدات بشأن فيروس كورونا، حيث أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد حتى السادسة من صباح اليوم بلغت في الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24,666. وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في جنيف إن عدد الحالات المصابة خارج الصين بلغ 191 حالة وفاة في الفلبين، موضحا أن الليلة الماضية شهدت عددا قليلا للغاية من الإصابات خارج الصين. ولفت مدير عام المنظمة الأممية إلى أن القلق الأكبر لدى المنظمة هو أن ينتشر الفيروس في البلدان ذات النظام الصحي الهش أو الضعيف، ونوه إلى أن المنظمة أطلقت استراتيجية عالمية لمساعدة البلدان على اكتشاف الفيروس. ودعا المجتمع الدولي لتوفير مبلغ وقدره 675 مليون دولار للاستجابة، وقال إن الوقت الآن يحتاج إلى الهدوء واتخاذ الإجراءات الصحية لحماية المواطنين.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية. وأفاد مدير عام المنظمة بأن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد اجتماع للمئات من العلماء والمتخصصين وشركات البحث للنظر في تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل التعامل معه. مررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف بطاقة الإقامة الدائمة البطاقة الخضراء الجرين كارت لمن يعتمد على مساعدات الدولة. ووفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن المحكمة العليا سمحت لإدارة ترامب بالبدء في تنفيذ القواعد التي تسهل على الحكومة رفض إقامة المهاجرين محدودي الدخل أو قبولهم في الولايات المتحدة لأنهم يستخدمون برامج المساعدة العامة أو قد يستخدمونها في المستقبل. ووافقت المحكمة الاثنين على طلب الإدارة الأمريكية الطارئ لبدء تطبيق هذه القواعد في الوقت الحالي، وهي خطوة تلغي أمرا أصدرته محكمة استئناف فيدرالية سابقا يحظر قيود الهجرة. وجاء قرار المحكمة بتصويت 5 جمهوريين مقابل 4 ديمقراطيين رفضوا هذه السياسة وقالوا إنهم لن يسمحوا بتنفيذها. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرار سيجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على إقامة أو جنسية دائمة في حال كانوا يعتمدون على مساعدات الدولة مثل قسائم الطعام. وانتقدت منظمات مدنية هذا القرار قائلة أنه يعاقب المهاجرين الفقراء. وسيتعين على الأجانب الذين يسعون الحصول على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة أن يثبتوا أن لديهم موارد مالية كافية لتغنيهم عن مساعدات الدولة. في حكم تاريخي برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مساءلة أنقذه فيها رفاقه الجمهوريون الذين احتشدوا لحماية قبل 9 أشهر من انتخابات الرئاسية سيسعى خلالها للفوز بفترة ثانية بالبيت الأبيض. ونجا ترامب رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة البالغ من العمر 73 عام من ثالث مساءلة يخضع لها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في أصعب فصل من فصول رئاسته العاصفة، وهو لم يهدر الوقت وإنما اتخذ الحكم نقطة انطلاق تأهب من خلاله لخوض موسم انتخابي. من المتوقع أن يزيد البلاد انقساما، وكما بدا واضحا طول أسابيع فقد بدت آمال الديمقراطيين شبه مستحيلة منذ البداية. والمحاكمة انتهت افتراضيا بعدما رفض 51 من أصل 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الذي تجري المحاكمة أمامه استدعاء شهود جدد للبت في أدلة جديدة تدعم الاتهامات الموجهة للرئيس ترامب. وكانت الأصوات المؤيدة لإدانة ترامب أقل بوضوح من غالبة الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد لعزله من منصبه بموجب الدستور الأمريكي. نتابع هذا التقرير. This article of impeachment, 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as charged. 2/3 of the senators present not having pronounced him guilty. The Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. وننتقل إلى العمليات الإرهابية في أوروبا، حيث تبنى تنظيم الدولة داعش الاثنين حادثة الطعن التي وقعت جنوب العاصمة البريطانية والتي نفذها شاب ارتدى حزاما ناسفا مزيفا. وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص مساء الأحد قبل أن تحيده الشرطة البريطانية قتيلا. وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم على تطبيق تيليجرام أن منفذ الهجوم في منطقة ستريت هام جنوبي لندن من مقاتلي داعش، مؤكدة أنه نفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعاية دول التحالف. وفي سياق متصل نفذت الشرطة البريطانية مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستونفورد وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة، وذلك غداد الهجوم الذي نفذه سود الشأمان 20 عام المدان السابق بجرائم إرهابية، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة. وبدورها كشفت الشرطة البريطانية هوية المهاجم الذي أردته قتيلا في لندن، إذ تبين أن الرجل كان قد أطلق سراحه من السجن في يناير الفائت. وقضى سوديش أمان الذي أطلق سراحه منذ نحو أسبوع فقط نصف مدة عقوبته البالغة 3 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية. وتعتقد الشرطة أن الحادث إرهابي ويرتبط بإسلاميين متشددين. وشهدت بريطانيا وبلجيكا مساء الأحد حادثتي طعن سقط خلالهما جرحى، فيما قتل مهاجم بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الشرطة في بريطانيا. وذكرت وسائل إعلام بريطانيا أن شرطة البلاد أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة ستريت هام جنوب لندن، فيما صنفته قوات الأمن باعتباره حدثا مرتبط بالإرهاب.
ونبقى في بريطانيا، وبعد 47 عام من الحياة المشتركة وعقب أزمة سياسية عميقة استمرت 3 سنوات، خرجت بريطانيا رسميا في منتصف ليلة 31 من يناير كانون الثاني من الاتحاد الأوروبي، ليخسر الأخير للمرة الأولى أحد أعضائه. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة ألقاها قبيل الانفصال الرسمي: إنها ليست النهاية بل البداية. وأضاف: نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى الخبر الأخير وهو من الأخبار الرياضية، حيث قاد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريقه لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون 3-0 في مباراة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء السبت 1 فبراير الجاري على ملعب الإنفيلد. وأحرز صلاح 2 لصالح ليفربول في الدقيقة 72 و90، فيما سجل أيضا للريدز هندرسون بالدقيقة 60 وأليكس تشامبلين في الدقيقة 47. ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 نقطة، مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 22 مؤقتا، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 31 في المركز 11. ووصل صلاح بهدفيه في مرمى ساوثهامبتون إلى الهدف 14 في مسابقة الدوري الإنجليزي، ليواصل الاقتراب نحو جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر ترتيب الهدافين ب17 هدفا. إذن مشاهدينا الكرام، في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقيكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من الحصاد الإخباري الأسبوعي. نترككم في رعاية الرب وحفظه. إلى اللقاء.